فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ثم قوله فاستمتعتم وقوله وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن أعمال وصفات الكفار والمنافقين. استمتعوا وخاضوا أفعال ماضية، نعم، لكنها ليست للماضي المنقطع، وإنما هي مستمرة إلى أن تقوم الساعة. نعم، مستمرة، ما يقال إن هذه أفعال الأولين وانتهت، بل كل من فعل مثل فعلهم فإنه قد خاض كالذي خاضوا، واستمتع كالذي استمتعوا. فليست الآية في قوم مضوا وانقضوا، وإنما هي في كل من سار على هذا المنهج الذميم إلى أن تقوم الساعة. وإلا لم يكن للقرآن فائدة، حدثنا عن شيء مضى وانقضى ولا يمكن أن يعود، يصير ما له فائدة. القرآن إنما ذكر هذا لنا لأنه سيقع وسيتكرر، فنكون على حذر منه وعلى بصيرة منه.